اتفضل عرفنا بنفسك. مؤمن ربيع مصاب المجد. والاسم الفني ايه؟ ايه؟ الاسم الفني مؤمن ربيع مؤمن بس. مؤمن بس. ربنا يكمل ايمانك كويس. انت بتحب مين ممثلين يا مؤمن؟ عادل امام. فنان عادل امام. وبوحة صباح. محمد سعد. جميل. حافظ حاجة طيب من المشاهد ممكن نشوفها؟ ايه؟ بسم الله الرحمن أكبر. ده التخرف بقى ريزر. لازم يمقمى وهو بيتدبى. ايه؟ انزل تاني واعمل نفس الحركة. فين السكينة؟ حضرتك اخد السكينة كف ايه؟ في ايدك اليمين؟ ايه عشان نركز. الخروف فين؟ الخروف؟ الارض نايم. حضرتك دلوقتي اكنه نايم على الارض. حضرتك الخروف؟ لا حضرتك بقول لك حضرتك اكنه نايم على الارض. طيب ماشي. راسه فين؟ ولا انت بتتبعه منين؟ ايوه بمسكه اهو كده. حلو قوي. ايوه. الراس برا. ايوه هي كده برا وانا هبح كده. اعمل بقى الحركة كده. ايه؟ ايه؟ خلص بقى ده الخروف سائل عليك على الجامع. ايه؟ ايه؟ يعني هو حاجة. الخروف بعد ما بيتذبح بمقمى برضه طالع بدورين الخروف ده ولا ايه؟ لا يا باشا انا بقول ماء بعد قبل وهو خلاص بيتذبح بالظبط كده. ايوه. الصدمات مختلفه. في صدمه عاطفيه وفي صدمه كهربائيه وفي صدمه من عربيه. دي غير دي غير دي. نجربهم دلوقتي. صدمه عاطفيه اتفضل. الكاميرا بقى. انا بحس انك لما بتنصدم كان في حاجه وقعت منك مش عارف ليه. قاعد بقى انت على كرسي. قاعد على كرسي وصدمة كهربائية. صدمة كهرباء. كهرباء. أيوة. جميل. أوف. صدمة عربية. ماشي في الشارع واتصدمت بعربية. طب أنا أسألك سؤال مهم قوي. أشوف الذاكرة بتاعتك الانفعالية دي. أنت دبحت كم خروف في المشهد ده النهاردة؟ كم خروف؟ آه. خمسة. برافو.